عودة لكم مشاهدينا من جديد. تشكل ساعات العمل الطويلة عند البعض ضغط إضافي في يوم الموظفين، وينتج عن ذلك اختلاف في نظام الأكل عندهم، وهذا الموضوع يخلينا لازم ننتبه له، خاصة وأن بعض المأكولات اللي لها سعرات حرارية كبيرة تحسسنا بشبع مؤقت بسبب الدهون وكمية الملح اللي فيها. وبينت إحدى الدراسات اللي أجرتها جامعة كورنيل الأمريكية على 25 رجل و 25 امرأة من فئات مختلفة، وتبين أن نصف هذه العينة يلجؤون لخيارات غير صحية بسبب ظروف عملهم وساعات عملهم الطويلة. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع وعن التغذية في بيئة العمل من بعد هذا التقرير. ساعات عمل طويلة، إرهاق وضغوطات، دعوات لوجبات خفيفة بين الحين والآخر، سكريات، منبهات تشمل القهوة والكابتشينو، وموظف ضائع بين مشاغله وتغذيته. ما هو الحل؟ وكيف يتجاوز الموظف ذلك لتكون صحته في المقدمة؟ والله أنا أول ما أقوم يعني فطور أو حتى بعض الأحيان ماكله، يعني أشرب حليب وماي كذا وبعدين أمشي، بعدين سناك في الدوام. والله أتوقع طبعا واضح عندي كل شيء إني مرتب صح؟ الترتيب أساسا أنا عندي بريك في العمل، فبريك حق الفطور وبريك حق الغداء. بصراحة الأكل شيء مهم، عمل ولا بدون عمل، وجبة الفطور والغداء والعشاء أساسية عندي. يعني أنا آخذ فطوري للدوام في البريك، أكيد كل أكيد في الدوام كل واحد عنده بريك. ما أتعطل في ذا الموضوع، ولكن في ناس كثير أنا أشوف أنا ضغط عندهم في العمل، فأنا أتوقع يأخذ له سناكات أو شيء مشابه إلى ما يطلع من دوامه وبعدها يأكل. قبل لما كنت أشتغل في شركة عادية كنت أخذ معي الغداء في الشركة، وفي وقت البريك أخذ أكل غداء، يعني الفطور والغداء أكلهم بالشركة بس أخذ معي، لكن أسوي سكيب مستحيل. بالسناكات تكون سناك بسيط ما تأخذ منك ثلاث دقائق أنت ما كده وين ما كنت، فأنا أشوف هذا أبسط حل. يعني لازم الواحد يقسم أكله في اليوم فطبيعي. وسناكاتك صحية؟ الصراحة لا، تمشي بنظام معين في الوجبة. إيه. هل هذا لأنك رياضي ولا لأن أنت حاب تنظم وقتك بهذه الطريقة؟ أقدر أقول بوث، الاثنين مع بعض، يعني ما أكل أي شيء، أكل شيء معين. أول شيء لازم هو نفسه يقتنع أن يعني الأكل الصحي أفضل وأفيد له لجسمه بعد ولصحته. مشاهدينا بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور السيد علي أخصائي تغذية. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا بحضرتك وشكرا على الاستضافة الكريم. عفوا الله يسلمك دكتور. سمعنا الناس كلها أجمعت أن أهما يأكلون أكل بأوقات مختلفة، وشفنا البعض أن أهو مهتم أن أهو ما يخرب أو أن أهو يسوي أي شيء في نظامه الصحي ونظامه الغذائي. دكتور نبي نتكلم عن تأخير الوجبات لساعات طويلة. يمكن الشخص متعود أنه يأكل في يوم يأكل مثلا وجبة الغداء خلينا نقول الساعة 2، يوم آخر الساعة 4، يوم آخر الساعة 6 بحسب طبيعة العمل. كلمنا عن هذا الموضوع. تمام. مواعيد الوجبات خلال اليوم لابد أن احنا يبقى عندنا خطة مسبقة عشان نهتم بالتغذية بتاعتنا خلال اليوم، بحيث أن ما يحصلش عندي نقص في الطاقة، لأن خلال اليوم لو ما اهتمتش بالتغذية بتاعتي الصحيحة ممكن يحصل عندي نقص في الجلوكوز وانخفاض في مستويات السكر في الدم، وده ممكن بالتالي يؤثر على الحالة الصحية خلال اليوم والتركيز أثناء العمل، وممكن يؤدي إلى الصداع والدوخة وعدم التركيز. نعم دكتور، يعني شنو أنسب وقت احنا ممكن نوزع فيه وجباتنا الصحية برأيك؟ للأسف الدراسات اللي اتعملت في الموضوع ده دراسات جدا قليلة، يعني اتعملت زي ما كان في التقرير على 25 شخص أو 50 شخص، وما اتعملتش على مدار فترات طويلة، فالدراسات في الموضوع ده تحتاج تدقيق أكتر. بس بشكل عام يفضل مثلا وجبة كل 4 ساعات، وممكن نقسم الوجبات بتاعتنا على مدار اليوم من 3 أو 4 أو 5 وجبات. للأسف برضو الدراسات اختلفت وفي كتير شائعات عن الموضوع ده، إن مثلا من الشائعات الكتيرة أهمية وجبة الفطار في اليوم، 5 وجبات أفضل، 3 وجبات أفضل. في الحقيقة 3 وجبات أو 4 وجبات أو 5 وجبات مش هي دي القصة، القصة كلها في كمية الأكل ونوعية الأكل اللي احنا بناكل. لازم تكون كمية الأكل بتاعتنا تتناسب مع احتياجات الشخص خلال اليوم، وإن هي كمان تساعدني على التركيز وتكون غنية بالقيمة الغذائية والفوائد المختلفة اللي بيحتاجها
الجسم. نعم دكتور، يعني ما في مثلا مثل ما يقولون ان وجبة الافطار هي اهم وجبة في اليوم؟ لا، اللي احنا بنستهلكه خلال اليوم هو نوعية الاكل نفسه. لان انا ممكن، انا شخص ما بحبش افطر، يعني مثلا لو فطرت ممكن يسبب لي ازعاج، ممكن يسبب لي دوخه، ممكن يسبب لي صداع. دايما استمع للي جسمك بيقوله لك، الاشارات اللي بيقولها جسمك. انا بحس نفسي مثلا لو فطرت الساعه 10 بحس مزاجي كويس، اموري كويسه، اموري تمام، فيبقى الساعه 10 هي الانسب لي. اذا حسيت نفسي ما بفطرش وما بقدرش اركز، بيجيني صداع، السكر عندي منخفض، لا، في الحاله دي لازم اهتم بوجبه الفطار. نعم. فهي ممكن تكون كويسه لفئه معينه من الناس وممكن تكون سيئة لبعض الأشخاص. نعم أكيد دكتور. يعني الحين لما هل يوجد فرق بين المرأة والرجل في عدد الوجبات اللي يأكلونها، ولا هل في فرق بين الكميات اللي لازم يأكلونها وأوقاتهم؟ أكيد في فرق طبعا بين احتياج المرأة والرجل. الرجل غالبا ممكن يحتاج زيادة حوالي 400 ل 500 سعرة حرارية خلال اليوم، وده طبعا لأن نسبة العضلات في الرجال بتكون أعلى شوية من السيدات. مش بس كمية السعرات الحرارية اللي بتختلف، لا، كمان ممكن تختلف نوعيات الأكل نفسها. يعني السيدات بتمر في مراحل مختلفة خلال حياتها، يعني مثلا ممكن نلاقي السيدات مثلا أكثر عرضة للأنيميا بسبب الدورة الشهرية، فبالتالي كمان نوعية الأكل تحتاج تركز على الأغذية الغنية في الحديد مثلا. أثناء الحمل وفترات الرضاعة ممكن تكون محتاجة أكثر للفوليك أسيد، ممكن تكون محتاجة للكالسيوم مثلا بعد سن الأمل زي ما بيقولوا. فممكن خلال فترات معينة من عمر السيدة تحتاج بعض العناصر الإضافية، بس في النهاية احتياج الرجل بيكون أعلى شوية من احتياج السيدات. غالبا يتراوح احتياج الرجال من 2000 ل 3000 سعرة، في حين ان احتياج السيدات ممكن يتراوح من 1700 ل 2000 سعرة حرارية. نعم دكتور، نرجع إلى بيئة العمل. شنو الوجبات اللي هي خلينا نقول مفيدة في بيئة العمل وما مثلا ما تخرب مزاجنا؟ ممكن يكون فيها كميات معقولة من السكر، من الملح، من كل الأصناف الموجودة. أوكي تمام. أفضل وأهم حاجة اللي هي الأشياء الغنية بالدهون الصحية زي المكسرات وبعض الأسماك والأشياء اللي هي بيبقى فيها دهون صحية، والأفوكادو وبعض الأشياء الغنية بالدهون ديت، لأن بيبقى تكون غنية بالأوميجا 3، والأوميجا 3 بتساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل الاسترس، بالإضافة أن الدهون الصحية بتساعد على نمو الخلايا والأنسجة بتاعة المخ. تاني حاجة اللي كتير من الأشخاص بتحبها الشوكولات، لأنها بالنسبة لكتير من الأشخاص بتكون هرمون السعادة بالنسبة لهم. صح. لأنها بتكون غنية كمان ببعض مضادات الأكسدة وبعض المواد المفيدة اللي ممكن نتشملها في النظام الغذائي بتاعنا، بس بشرط أن تكون الكمية محسوبة، لأن في بعض الأنواع منها كمان بتكون غنية ببعض المواد الضارة زي السكر أو بعض الدهون غير الجيدة. صحيح. دي أهم حاجتين. في أشياء تانية زي الكوفي مثلا، في كتير من الأشخاص الكوفي ممكن تساعد على التركيز برضو، لأن بيبقى فيها غنية بالكافيين وبعض المواد التانية المفيدة اللي بتساعد على التركيز أثناء اليوم. كمان ما ننساش حاجة مهمة اللي هي بيسموها البروبيوتيك، دي بتكون عبارة عن بكتيريا نافعة. نعم. البكتيريا النافعة دي ممكن نحصلها في كتير من الأغذية زي اللبن أو الروب أو الزبادي، حليب الكيفر، بعض الأغذية المتخمرة بشكل عام. دي بتساعد على تكوين هرمون مهم جدا اللي هو السيروتونين. الهرمون ده بيتكون 90% منه داخل الأمعاء بتاعتنا، فلما نبدأ ندخل بعض الأغذية دي في النظام الغذائي بتاعنا أثناء الدوام، لأن سهل علينا يكون معايا مثلا علبة روب أو علبة لبن مكسرات أو مكسرات. نعم. الأشياء دي بتساعدني أثناء العمل على الاستمتاع باليوم، وبتكون أفضل بكتير جدا من بعض الاختيارات التانية السيئة زي الشيبس، المينو، الأشياء دي اللي بتكون فيها سعرات عالية وقيمة غذائية قليلة. نعم. أتوقع دكتور من بعد كلامك ما في عذر للأشخاص اللي يقولون احنا ممكن ما ناكل في وقت الدوام، او يمكن ما عندنا الوقت اللي ناكل في بعض الوجبات الصحيه. فاتوقع من بعد كلامك في خيارات متعدده، بس يبي لنا ان احنا ناخذ الخطوه وبس ناكل هذه الاشياء. صحيح صحيح طبعا. وبالاعداد المسبق كمان مهم جدا، ان حتى في بعض الاشخاص لابد ان هي تعد لليوم قبل بيوم، يبقى عندي مثلا لانش بوكس بتاعي محضر فيه بعض. صح. الاكلات المتوازنه فيها كل العناصر اللي الجسم بتاعي بيحتاجها. اذا كان دوامي جدا مشغول وما اقدرش ان انا أرتب دي الأشياء، ممكن أن أنا أكون عندي بعض السناكات الصحية، ومجرد أن أنا أوصل البيت يكون الغذاء بتاعي جاهز. أتوقع الدكتور هذه تفيدني، لأن أنا مستحيل أفكر اليوم شنو باكل، لازم
على الأقل قبلها بليلة على الأقل أخطط شنو راح يكون موجود معي عشان أكله. التخطيط فعلا مهم عشان نتجنب الأخطاء اللي بتحصل خلال اليوم. نعم أكيد. زين دكتور، في ناس تكون جالسة في خلينا نقول في الديسك في بيئة العمل لساعات طويلة، شلون ممكن تنصحهم إن أهما ممكن يأخذون وقت بسيط بس علشان يتحركون؟ وش كثر هذه مفيد؟ الحركة أثناء الدوام مهمة جدا، بالعكس هي بتبتدي كمان من قبل أما بتدي في الدوام نفسه. يعني إذا مثلا الدوام بتاعي قريب من المنزل ممكن أن أنا أروح بدون السيارة، إذا مثلا بدأت أطلع العمل بتاعي في الطابق الثالث أو الرابع إذا أقدر مثلا أطلع دورين أو ثلاثة أو أطلع الأربع أدوار كاملين بالسلالم واستغنى عن الأسانسير أو الليفت يكون أفضل. أحاول ما اعتمدش على التليفون كتير، يعني مثلا ليا صديق في العمل عايز منه شيء ممكن أروح له المكتب بحيث أن أنا أستغل ساعات العمل دي في الحركة قدر الإمكان. فكل ما استغليت ساعات عملي في الحركة قاعد على الكرسي فترة طويلة ممكن أقوم أتحرك، ممكن أعمل بعض التمارين البسيطة إذا أمكن أثناء الدوام بتاعي، فبكده على الأقل هيكون عندي ولو حركة بسيطة خلال اليوم ممكن تحرق لي بعض السعرات الحرارية. نعم دكتور، بالنسبة حق يمكن الفترة الأخيرة شفنا وايد بوستات في مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم عن بعض الأمور اللي ممكن تساعد الشخص نفسه في بيئة العمل، يعني في أشياء كثيرة ما بنقدر نحصرها الحين، من ضمنها مثلا الصيام المتقطع في بيئة العمل، من ضمنها نظام صحي أو نظام غذائي الشخص ياخذه. إيش رأيك في هذه الأمور اللي قاعدة تنتشر، وهل فعلا كلها تفيد كل الأشخاص في المجتمع؟ تمام، زي ما حضرتك ذكرت في حاجة مهمة، لازم كل شخص يستمع لجسمه، ايه الحاجة اللي تناسبني؟ هل انا نظام الصوم ده يناسبني؟ هل انا من الاشخاص اصلا اللي ما بتهتمش في الاكل او يناسبني ان انا اقيد نفسي بساعات معينة من الاكل؟ في ناس ممكن ينجح معها فكرة الصوم المتقطع لانه اثناء فترات كبيرة من اليوم قاعد ياكل صبح ليل، فلما بيجي يطبق فكرة النظام المتقطع ممكن تكون بالنسبة له فكرة كويسة جدا لانه فعلا بيبدأ يمتنع عن اكلات معينة خلال فترة معينة. في بعض الأشخاص لا، بالعكس ممكن تيجي بنتيجة عكسية أنه بسبب أنه بيمتنع عن أكل فترات معينة يجي أثناء النهار ويبدأ قاعد يخربط بزيادة. صح. أو خلال الست ساعات اللي هو فيهم أكل أو ثمان ساعات على حسب نظام الصوم اللي هم اتبعه ممكن يأكل كميات أكل بزيادة. فدايما الأفضل من أن أنا اتبع أي نظام شخص اتبعه أشوف نفسي الدوام بتاعي عندي بريك مثلا فممكن أخد معايا لانش بوكس بتاعي بجهزه، ما عنديش فبالتالي ممكن أخد سناكات معايا، أنا شخص مايل شوية للنظام النباتي فبالتالي ممكن أركز على النظام النباتي فده يناسبني أكتر، شخص شوية مايل للبروتين فممكن ده يكون النظام أنسب ليا. فكل شخص يبقى عارف إيه احتياجاته وإيه الأسهل في التحضير. صحيح. بالنسبة لي يعني مثلا لو والأوفر كمان من الناحية المادية، لأن مثلا في بعض الأشخاص لما بتبتدي نظام غذائي في حياتها بيبدأ يركز على بعض الأشياء مثلا أشياء أورجانيك أشياء صحية أكتر أشياء دايت ممكن تكون مكلفة بالنسبة للميزانية. صحيح. بتاعته. ففي نواحي كتيرة قبل لما أقرر النظام الغذائي اللي أنا أتبعه لازم يكون يناسب الناحية المادية، الوقت، التحضير، بستمتع به لأن في بعض الأشخاص بتتبع أنظمة مش مستمتعة فيها. صح. ليه؟ لأن الأكل بتاعها قليل جدا في الملح، قليل خالص في الدهون، معمول بطريقة معينة ما تناسبنيش. فدايما نركز على حاجتين مهمين، كمية ونوعية الأكل دي أهم من النظام اللي أنا هتبعه. الكمية لازم تكون تتناسب مع احتياجات جسمي، النوعية اللي هي بحيث ان هي توفر كل احتياجات جسمي الغذائية من كربوهيدرات وبروتين ودهون والفيتامينات والمعادن والإنزيمات المختلفة. نعم دكتور السيدة علي أخصائي تغذية، شكرا اليوم على وجودك وشكرا على كل هذه المعلومات اللي تفضلت فيها، يعطيك ألف شكرا عافية. شكرا لك وشكرا لمتابعك. شكرا لك مشاهدينا، فقراتنا مستمرة في شمس البحرين، فقرتنا المبدعة والملهمة من الأسوياء وذوي الهمم. بطل قصتنا اليوم من ذوي العزيمة نصار المريسي، إعاقته الحركية ما كانت عائق أمامه أبدا، فهو بطل بالفطرة لأكثر من رياضة ومتعدد المواهب أيضا. خلنا نتابع التقرير مع زميلتنا سبيتش الدوسري، نتابع.